أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا،
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآية أيها الإخوة آية المداينة. الآية هذه تسمى آية المداينة لأنه قد ذكر فيها موضوع المداينة، وهي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى. أطول آية في كتاب الله هي هذه الآية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أمر كتابة الدين والإشهاد عليه. ويأتي هذا الأمر بعدما تقدم من قضية الإنفاق وأحكامه وآدابه، وبعدما ورد بعد ذلك في شأن الربا وتحريمه وإباحة البيع. ومن شأن البيع أنه قد يتأخر فيه الثمن في بعض الأحيان، أو يتأخر فيه تسليم المبيع، فأرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى كتابة هذا الدين. الكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني هذا في الديون المؤجلة التي ليست حاضرة، الله سبحانه وتعالى أرشد إلى كتابة هذا الدين. وهذه الكتابة فيها مصالح عظيمة أيها الإخوة، فيها إثبات للحقوق، وفيها قطع دابر التنازع والتشاحن بين الناس. فلذلك الله سبحانه وتعالى أرشد إليها، وبين الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يكون في هذه الكتابة. قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني بين الطرفين، بين البائع والمشتري، أو بين الدائن والمدين. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وهذا يعني أن الذي يتعرض لكتابة الدين ويشتغل به لا بد أن يكون عالما، ولا بد أن يكون عادلا، لا يظلم أحدا، لأن هذه الكتابة لها شروط ولها مواصفات. يجب أن يتحلى هذا الكاتب بهذه الصفات، فلا يسقط شيئا مما هو لصاحب الحق، ولا يجور على طرف آخر يزيد عليه بسبب كتابته هذه. الله سبحانه وتعالى علمه وفقهه في هذا الباب، فيجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يعمل بذلك. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، من غير ظلم لأحد، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. هذا الكاتب علمه الله سبحانه وتعالى بأن يسر له سبل التعليم حتى أصبحت عنده هذه القدرة، وعنده هذه المكنة على الكتابة.
وليكتب بين ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، عليه أن يكتب الكتابة الواضحة وأن يلتزم جانب العدل الذي لا يجور فيه على أحد من الطرفين. قال فليكتب، لكن ماذا يكتب؟ قال وليملل الذي عليه الحق. المدين الذي عليه الحق عليه أن يملي على الكاتب ما ثبت في ذمته وما التزم به، وليتق الله ربه. ليتق الله ربه، يعني هذا المدين عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص من هذا الدين شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. يعني هذا ما تقدم كان في من يستطيع، المدين الذي يستطيع أن يملي على الكاتب ما ثبت في ذمته. لكن إذا كان الذي ثبت عليه الحق صغيرا أو ضعيفا أو سفيها لا يستطيع أن يبين الحق الذي عليه، الواجب هنا على من؟ على وليه، الولي، ولي السفيه وولي الصغير وولي المجنون، هو الذي يقوم بذلك. هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. حتى في الزكاة إذا كانت السفيه أو الصغير له مال لا يستطيع هو أن يزكي، فيزكي المطالب بذلك وليه. قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. أيضا جانب العدل هنا مطلوب، كما هو مطلوب في جانب المدين الذي يستطيع أن يملي هو على الكاتب، كذلك هو مطلوب في جانب الولي الذي ينوب عن الصغير وعمن لا يستطيع أن يثبت الدين بنفسه. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهذا من كمال هذا التشريع وعظمته، كتابة الدين والإشهاد عليه هذه من أرقى الأشياء التي تثبت الحق وتمنع التجاحد، وقد سبقت فيها شريعة الله هذه الشرائع الأرضية وهذه المبادئ الإنسانية. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، استشهدوا على هذا الدين وعلى هذه الكتابة شهيدين من الرجال. فإذا لم يوجد رجلان قال فرجل وامرأتان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا في جانب الحقوق، إذا لم يوجد رجلان شهيدان فإنه يكفي أن يوجد رجل وتشهد معه امرأتان. وهذا موطن قد يثور فيه تساؤل، لماذا اشترط في جانب النساء شهادة امرأتين وفي جانب الرجال مع شهادة رجل وفي جانب الرجال رجلين؟ الله سبحانه وتعالى بين ذلك هنا في هذه الآية، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. معنى الضلال هنا النسيان، يعني أن تنسى إحدى المرأتين بعضا من هذا الحق أو بعضا من الأمر المشهود عليه فتذكرها زميلتها الأخرى، تقول لا أنت كنت معنا وحصل كذا وكذا فتتذكر. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا في حق النساء. وقد أثبتت شريعة الله فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة يعتريها ضعف ويعتريها قصور بسبب طبيعتها وبسبب خلقتها. المرأة تعتريها أحوال الحيض والنفاس ويتغير مزاجها فيها،
وربما يؤثر ذلك على ذاكرتها، وهذا ليس نقصا فيها، ولكن هذه هي طبيعتها، هذه طبيعة المرأة. فالله سبحانه وتعالى راعى ذلك، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهذا أمر لا يمكن نسيانه ولا جحوده. ما يعتري المرأة من الأحوال هذه العارضة التي تؤثر على نفسيتها وتؤثر على ذاكرتها أمر هذا معلوم للجميع ومثبت في العلم الحديث وعند الأطباء. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل مكان الرجل الذي لم يوجد في الشهادة رجل وامرأتان، فرجل وامرأتان حتى تقوم المرأتان مقام الرجل، لأن المرأة هذه قد يعتريها النسيان، فلا بد أن تكون معها أخرى تذكرها. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هؤلاء الشهداء إذا طلب منهم أن يشهدوا فينبغي أن لا يرفضوا، لأن هذا من باب إثبات الحق والتعاون على الخير والهدى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما طلب منهم أن يشهدوا على هذا الأمر الواضح، على هذا الإقرار من المدين نفسه أو من وليه، وبعد أن تمت هذه الكتابة، فالشاهد الشهداء إذا ما دعوا ينبغي أن لا يأبوا، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني لا تملوا، لا تقولوا إن هذا الدين صغير ولا يحتاج إلى كتابة، لأنه حتى هذا الصغير يمكن أن يكون عرضة للنسيان أو عرضة للتجاحد. فحتى لا تحصل هذه الأمور كلها ينبغي أن يكتب الدين صغيرا كان أو كبيرا وأن يشهد عليه. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله. هذا أدعى إلى إثبات العدل والقسط بين الناس ومنع التجاحد وضبط الأمور، وأقوم للشهادة، لأن الشهادة عندما تكون على شيء واضح ثابت مكتوب هذه تكون شهادة في محلها. وأدنى ألا ترتابوا، يعني هذا أقرب لألا يحصل، حتى لا يحصل تجاحد ولا تحصل فتنة بين الناس. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني هذه الكتابة التي مرت في الديون وفي التجارات المؤجلة، لكن إذا كانت هذه التجارة التداول بين الناس حاضرا، البيع الحاضر يبيع وينقد الثمن، هذه لا تحتاج إلى إثبات ولا يعني لا يلزم إثباتها بالكتابة ولا بالإشهاد. لكن لو حصل فيها الإشهاد والكتابة فهذا أكمل، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لكن لو كتبتموها هذا أحسن وأوثق. وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم. الإشهاد في البيعات هذا من الأمور التي ندب إليها الشرع للأسباب المتقدمة، منع التجاحد وإثبات الحقوق وقطع دابر النزاع بين الناس. أشهدوا إذا تبايعتم. ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني لا يضغط على الكاتب ولا يضغط ويجبر الشاهد أن يشهد، يدعى. وكذلك الكاتب لا يجبر على أن يكتب شيئا، لأن هذا الإجبار قد يؤدي إلى الظلم، أن يكتب شيئا غير الحق، وهذا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وأمر وليكتب بينكم كاتب بالعدل، قال وليملل وليه بالعدل. فإذا كان فيه إجبار أو ضغط على الشهداء أو على الكاتب
هذا من الأمور التي لا تنبغي. قال وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا يعني إذا حصل منكم ظلم وضغط وإجبار أو إكراه للكاتب أو للشهود على الشهادة فإن هذا فسوق، هذا من الفسق لا يجوز. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا الذي تقدم معنا في كتابة الدين وطريقته والإشهاد عليه، هذا كله من تعليم الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته بعباده. فاتقوا الله ويعلمكم الله بما بينه لكم والله بكل شيء عليم. بالنسبة لشهادة المرأتين في الديون هنا في الحقوق في البيع، هذا أمر أثبتته الشريعة ولا مجال للمنازعة فيه. لكن في بقية الحقوق، في بقية الأمور التي تحتاج إلى إثبات، فيه بعض منها لا تقبل فيه شهادة النساء. ما هو الأمر الذي لا تقبل فيه شهادة النساء؟ حتى ولو كنا أكثر من واحدة، هو موضوع الحدود والقصاص. الحدود هذه هي العقوبات التي قررتها الشريعة، يعني عندنا حد الزنا، حد الخمر، حد السرقة، وهذه وما ماثلها لا تقبل فيها شهادة النساء ولا القصاص. لماذا؟ لأن هذه الأمور شديدة ولها شروط دقيقة، فلا يصلح لها النساء بحسب طبائعهن، فلذلك لا يصلح فيها إلا شهادة الرجال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في شأن جريمة الزنا والعياذ بالله، قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أربعة رجال، النساء لا يصلحن لهذا الأمر. هذا هو حكم الشرع. أما أن يثار أو أن يقال الآن إن المرأة كالرجل ولا مجال لأن يفضل الرجل عليها في الشهادة، ولا مجال لأن يقال مثلا بأن شهادة المرأتين بشهادة رجل في الحقوق والديون، هذا أمر لا يؤثر علينا لأن هذا حكم الشرع، وهو كما قلنا ليس انتقاصا من النساء، لأن ربنا تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ما يصلح له، ما يصلح له. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. هذا كله في البيوع الحاضرة. ومما يذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيان أهمية الإشهاد في البيوع، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه اشترى من أعرابي فرسا في السوق، في السوق وجد هذا الأعرابي ومعه فرس فاشتراها النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام ربما ليحضر الثمن، فجاء أناس أعجبتهم هذه الفرس فزادوا الأعرابي، زادوه في الثمن، زادوه في الثمن ليشتروا منه، فتغيرت نيته. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لم تأتني، قال إني قد اشتريتها منك. فرفع نفى الأعرابي وقال هلم شهيدا، عندك شهيد؟ عندك من يشهد؟ فشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي خزيمة بن ثابت، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين وقبل شهادته. هذا كله مما يؤكد على أهمية الإشهاد، الإشهاد في إثبات
الحقوق وكتابة الديون. لكن في بعض الأحيان الإنسان يكون في سفر أو يكون في مكان بعيد ليس عنده شهود ولا عنده كاتب. قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، ماذا يصنع الإنسان حتى يثبت حقه، حتى يثبت دينه هذا؟ قال: فرهان مقبوضة. رهان مقبوضة، ما معنى الرهن؟ الرهان هو الرهن. الرهن ما هو؟ الرهن هو توثيقة الدين بعين. أنت لك دين عند إنسان وقال لك: سأسددك بعد 6 أشهر أو بعد سنة. طيب من يضمن لي؟ قال: سأسدده لك. إذا أردت الاستثبات لحقك تطلب منه رهنا، تقول: أعطني رهنا حتى يكون في يدي أتثبت به لحقي إذا لم تأتني به. فيعطيك رهنا، مثلا يعطيك مالا من ماله ترضى به أن يكون رهنا، يعني هذا لتوثيقة دينك عليه حتى إذا ما سدد الدين رددت إليه رهنة. قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، يعني معنى هذا أنه لو كان حد في السفر ووجد الكاتب ووجد الشهود فهذا هو الأصل، لكن لو لم تجد كاتبا، قال: فرهان مقبوضة، هذا للاستثاق للحق. هذا إذا خشي الإنسان من ضياع حقه. قال: فإن أمن بعضكم بعضا، وهذا مبدأ الثقة، مبدأ الثقة في التعامل يحصل كثيرا بين الناس. إن أمن بعضكم بعضا، بعضكم اشترى والثمن دين والثمن دين، متى يأتي؟ قال: سأتيك به في الموعد الفلاني، ولا يوجد كاتب ولا يوجد شهود ولا يوجد رهن. قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذه مسألة مؤكدة بلام الأمر، فليؤدي، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة، وليتق الله ربه. موضوع التقوى هذا يدور في كل الأمور التي قد تخفى على الناس ولا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. تذكير بالتقوى هذا لرد الناس إلى جادة الحق، وتذكيرهم بما عند الله تبارك وتعالى وما بينهم وما بين الله، وأن الأمور حتى وإن خفيت على الناس فإنها لا تخفى على الله تبارك وتعالى. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قال: ولا تكتموا الشهادة. هذا أمر يتعلق بالشهداء الآن، لا يتعلق بالدائن ولا بالمدين ولا بالكاتب. ولا تكتموا الشهادة، الشهادة لإظهار الحق. ما هي أهمية الشهادة؟ أهميتها أنها تظهر الحق، تثبته لمن هو له. لكن هذا الشاهد بعد أن شهد قد يأتيه من يؤثر عليه أو يقول له لا تشهد أو يستحيي أو نحو ذلك. الله سبحانه وتعالى نهاه، قال: ولا تكتموا الشهادة. هذا نور، لا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يحق عليه الإثم. هذا الذي يكتم الشهادة لأنه علم الحق فكتمه، علم الحق فكتمه، فلذلك حق عليه الإثم. والله بما تعملون عليم، بكل أعمالكم الله سبحانه وتعالى عليم مطلع، لا يخفى عليه شيء من ذلك. بهذا تنتهي هذه الآية، آية المداينة وكتابة الدين، والتي قلنا إنها أطول آية في كتاب الله، وما تبين فيها من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من بيان هذا المنهج العظيم الذي يضبط إثبات الحقوق وإيصالها إلى أهلها ويقطع دابر التجاحد والتشاحن بين الناس. جاءت آيتان ختمت بهما هذه السورة، ختام سورة البقرة،
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه تكملة لما تقدم في آية المداينة من أن الأمور كلها بنظر الله وبعلم الله. لكن الآيات التي ختمت بها سورة البقرة هي قوله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الإيمان مر معنا ذكره من بداية السورة، من بداية سورة البقرة مر معنا ذكر الإيمان وذكر أركانه الستة، لكن هنا ورد التذكير بها ليدل على ربط المتقدم بالمتأخر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، المؤمنون أيضا آمنوا بما آمن به الرسول عليه الصلاة والسلام. كل آمن بالله، كل يعني الرسول والمؤمنون، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، آمنوا بكل ذلك. لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا مر معنا في ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، لأن هذا يدعو إلى في بعض الأحيان ربما إلى الإساءة إلى بعض الأنبياء أو انتقاص حقوقهم. فكل الأنبياء الذين جاءوا من عند الله تبارك وتعالى جاءوا يدعون إلى توحيد الله وإلى عبادته، وكلهم أوحي إليهم وما جاء أحد منهم بشيء من عنده. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه شيمة المؤمنين، شيمة المؤمنين أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا، لا أن يقولوا كما قال هؤلاء الضلال اليهود سمعنا وعصينا، لا، سمعنا وأطعنا. كل ما جاءنا في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو منا في موقع القبول، سمعناه وآمنا به ونعمل به. غفرانك ربنا وإليك المصير، ومع ذلك فنحن يا ربنا نطلبك الصفح والعفو والمغفرة فيما قد يحصل منا من تقصير أو تفريط أو نسيان. ثم قال تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه هي الآية الأخيرة في سورة البقرة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية فيها بيان لعظم فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا دليل على أن هذا التشريع الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى داخل في وسعنا، ليس خارجا عن طاقتنا، نستطيعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ها؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه التكاليف داخلة في وسع البشر، في وسع الخلق، يستطيعون أداءها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
وهذا في كل الأمور. يعني الإنسان مثلا إذا أمر الله تبارك وتعالى عباده بالإنفاق في سبيله، بالبذل في وجوه الخير، وكان بعضهم فقيرا ليس عنده شيء، الأمر هذا يشمله، لكنه لا يؤاخذ، لا يؤاخذ لأنه ليس عنده شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما في الآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما عنده شيء فلا يكلف، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا دليل على أن الحساب والجزاء على الأفعال الاختيارية، الإنسان يحاسب ويجازى على أفعاله الاختيارية، أمر بشيء يستطيع أن يفعله فلم يفعله فإنه يحاسب على هذا، وإن فعله فإنه يجازى به خيرا. هكذا فيما كسبت وما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني إذا قصرت وفرطت فإن ذلك عليها. هذا صدر الآية عندما نزل شق الأمر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، معنى هذا أنهم سيؤاخذون بكل شيء. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يضجون، لأن الإنسان يذنب ذنوبا كثيرة ويخطئ ويتجاوز وينسى ويسهو، فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج عنهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإنسان يخطئ ويسهو، لا تؤاخذنا ربنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، تحملنا ما حملت به الأمم السابقة من الآثار والأغلال، اليهود الذين الله سبحانه وتعالى حملهم بعض الآثار وضيق عليهم بسبب كفرهم وتكذيبهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. هذه الله سبحانه وتعالى رفع هذه الآثار والأغلال عن هذه الأمة ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ورفع عنهم ما أخطأوا فيه وما نسوا، النسيان والخطأ معفو عنه في هذه الشريعة، كما جاء في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، وفي الحديث الآخر عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت أنفسها به، فالخطأ والنسيان هذا معفو عنه، من أسباب رفع المؤاخذة، من أسباب رفع المؤاخذة. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه دعوات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى عندما يقول العبد هذه الدعوات عند كل واحدة يقول نعم قد فعلت، نعم قد فعلت، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يقول الحق تبارك وتعالى من فضله نعم قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول نعم قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يقول نعم قد فعلت.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذه دعوات ثلاث أيضا مطلوبات: اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الدعوات يتوجه بها العبد إلى ربه، والدعاء إنما يكون لله تبارك وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يدعى أحد غير الله، ولا يتوسط بأحد عند الله. الدعاء مباشرة، ادعوني يعني مباشرة أستجب لكم، فلا يقال هذا ولي وهذا نبي وهذا ملك نتوسط به عند الله ليقبل دعاءنا. لا لا، الدعاء مباشرة لله تبارك وتعالى. فلذلك هنا عندما يقول العبد ذلك، الله سبحانه وتعالى يأذن بالقبول ويقول نعم قد فعلت قد فعلت. فعندما يقول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، لأن هذه هي الأمور التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا هو ختام هذه الآية، انصرنا على القوم الكافرين. النصر من عند الله تبارك وتعالى، ولذلك لا بد أن يستحضر المسلمون هذا المعنى في كل مقام، مهما استعدوا ومهما عظمت قوتهم وما كثر عددهم، ينبغي ألا يغفلوا عن مدد الله تبارك وتعالى وعن قدرته، وأن كل شيء منه سبحانه وتعالى. انصرنا على القوم الكافرين. قد مر معنا في أمر جالوت وطالوت، وما ذكره الله تبارك وتعالى أنه قال بفضله ومنه وكرمه فهزموهم بإذن الله، بإذن الله، وقتل داود جالوت. ها؟ ربنا، قالوا هم في دعائهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فنصرهم الله سبحانه وتعالى عندما علم صدقهم. هذا أمر لا بد منه في كل الأحوال، انصرنا على القوم الكافرين، وليس في هذا عدوان وليس في هذا ظلم، لأن هؤلاء الكفار اعتادوا على ظلم المسلمين وهتك حرماتهم وإراقة دمائهم واستلاب حقوقهم، فمن الذي ينصرنا من ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكرنا الله تبارك وتعالى بالأمور الخاصة والعامة. الأمور الخاصة فيما يخصنا نحن، في خاصة كل إنسان في نفسه، وفي خاصة الأمة المسلمة كلها، أن الله ينصرها على أعدائها. هاتان الآيتان أيها الإخوة في آخر سورة البقرة من أعظم الفضائل وأعظم الأمور التي ينبغي أن يهتم لها الإنسان المسلم. روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جبريل كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال فسمع نقيضا، النقيض هو الصوت النقر في السقف، فرفع جبريل بصره إلى السماء، جبريل، فقال هذا باب فتح في السماء لم يفتح من قبل، نزل منه ملك. فنزل هذا الملك وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ جاءه ببشارة، إن الله يبشرك بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة الآيتان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة.
إنك لن تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر ويؤكد على فضل هاتين الآيتين، كما جاء في الحديث يعني أنهما أوتيهما النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش، من تحت العرش. وهذا من الأخبار التي يجب أن نصدقها، هذه من الأخبار الصادقة، أخبار النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هاتين الآيتين وآية وسورة الفاتحة. جاء في فضل هاتين الآيتين قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. سبحان الله، كفتاه عن ماذا؟ عن ماذا كفتاه؟ كفتاه في الحفظ، في الحفظ، يحفظ بهما بإذن الله تبارك وتعالى من كيد شياطين الإنس والجن. وكفتاه في ماذا؟ كفتاه عن قيام الليل، عن قيام الليل. إذا لم يستطع أن يقوم الليل أو فاته، إذا قرأها كفتاه، يكتب له أجر قيام الليل. هاتان الآيتان آخر سورة البقرة: من قرأ بهما في ليلة. وهذا يعني أيضا أن تكون القراءة في الليل، القراءة بهاتين الآيتين أن تكون في الليل. ولذلك يندب أن يقرأ بهما الإنسان قبل أن ينام، أو إذا استيقظ من نومه أن يقرأ بهما. كفتاه يعني في الحفظ، كفتاه في الأجر، كفتاه في قيام الليل، كفتاه في كل ما أهمه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. ونجد في شريعتنا هذه وفيما أنزله الله سبحانه وتعالى لنا وما بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم أمورا يسيرة تترتب عليها أجور كثيرة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فما على العبد المسلم إلا أن يتحرى أمثال هذه الأمور وأن يعمل بها، يرجو بها ثواب الله سبحانه وتعالى ويرجو بها ما عنده. من هذه الأمور اليسيرة التي قد لا يلتفت لها كثير من الناس قوله صلى الله عليه وسلم في شأن متابعة الإمام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، بهذا الأمر اليسير، نعم هذا من فضل الله. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف يوافق تأمينه تأمين الملائكة؟ بأمرين. ما هما؟ الأمر الأول ألا يسابق الإمام، أن ينتظر على الإمام حتى يكمل قراءته، أن يقول ولا الضالين، لا يسابق الإمام. بعض الناس في منتصف قراءة الإمام وهو يقول آمين، لا، هذه الملائكة لا تفعل ذلك. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيلتزمون بهذه الحدود. الأمر الثاني ما هو؟ أن يمد الإنسان بها صوته كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. ما يقول الإنسان آمين، لا، يقول آمين.
بهذين الأمرين تدرك موافقة تأمين الملائكة إن شاء الله. هذا مثال للأمور اليسيرة التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها فضائل وأجورا كثيرة، فالعبد المسلم عليه أن يحرص على ذلك وأن يتحرى هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى، ونحن قد بلغنا ختام هذه السورة العظيمة، سورة البقرة التي تسمى فسطاط القرآن. فسطاط القرآن، هذا البساط الممدود، هذا الفناء الواسع، سورة البقرة. لماذا سميت كذلك؟ لأن فيها فضائل وأحكاما كثيرة. أولا هي أطول سورة في كتاب الله، وهي أكبر سورة ذكرت فيها الأوامر والنواهي، وذكرت فيها أحكام وتشريعات وآداب كثيرة جدا جدا، أحكام النسك، أحكام الطلاق، وأحكام الوصية، وأحكام البيع والشراء والإنفاق والربا وكتابة الدين، أشياء كثيرة ذكرت فيها أوامر ونواه أوصلها بعض العلماء إلى الآلاف ذكرت في هذه السورة، فهي بحق فسطاط القرآن، فسطاط القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص على قراءتها وتعلمها هذه السورة، هذه السورة، سورة البقرة. قال: تعلموها فإن في تعلمها بركة وتركها حسرة. تعلموها فإن تعلمها بركة وتركها حسرة. يا حسار، يا حسرة، يا ندامة لمن تركها، ها؟ ولا تستطيعها البطلة. البطلة السحرة، الذي يقرأ سورة البقرة أو البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة بإذن الله لا يستطيع السحرة أن يصلوا إلى أحد ممن فيه بضر، ها؟ لا يستطيع. ولذلك جاء أيضا في الحديث الآخر أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. حصن منيع، حصن منيع، الذي خلق الشيطان هو الذي أنزل القرآن، ربنا تبارك وتعالى، وهو الذي علمنا هذا، هذا الحصن المنيع في سورة البقرة. فلذلك ينبغي أن يحرص عليها، أن تتعلم. من أعظم الفضائل أن تتعلم قراءة سورة البقرة، فإذا حفظتها كان هذا خيرا إلى خير، فإذا قرأتها وداومت على قراءتها في بيتك كتب الله سبحانه وتعالى لك الحفظ ولأهلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا تفريطنا وتقصيرنا وإساءتنا في تفسير هذه السورة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك عزا ونصرا للإسلام وأهله، اللهم من بنصرك وتأييدك ورحمتك على عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين من عدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على هؤلاء الأعداء الظالمين. اللهم أنت الفعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أحصي هؤلاء الأعداء عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.
اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.